السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام سيد الدكتور سليمان. أهلا وسهلا بك. لا أهلا ليلى، فرحانة ما تصورش شحال فرحانة ملي شفت ليا خطرني. الله يطول عمرك ليلى. قولي ما كنتصل بك ولا حق الله العظيم على صوتك اللي كتفرحني. الله يفرحك بدخول الجنة. أنا كنتمنى لك دائما ولاني محتاجة لك سيد الدكتور سليمان. الله يرحم لك الوالدة اللي لك وليدك ويخلي لك صحتك يا رحمن يا رحيم يا رب. يا بيت النمرة ديالك الله يرحم لك الوالدة تحتاجني يا رب يا كريم يا رب يا لالا يا رب يا لالا. ما صدقتي خديجة بيتك ضيبة يا الدكتور خريبان وضيبة يا مع بنيتي ومع وليتي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله يفرج عليك لالا خديجة الله يفرج عليك. لا إله إلا الله. أنا محتاجة الدعوة ديالك. الله يجزاك بخير والله يعطيك يا ربي قصر في الجنة والله يعطيك ما نويتي في خاطرك يا ربي. راني ديما كندعي معاك ديما حق الله العظيم إلا فين ديما كل جماعة كنسم فيك مازال اللي كنتي كدير قلوب رحيمة. ديما كندعي معاك ديما أنا كنقول معاك أمين وكنبكي فين ما كتقولي اللي كيسمك يقول امين. انا ديما كنقول امين وكنبكي كنقول يا ربي يا ربي كتب عليا الهضر معايا انا ومن يدي يا ربي يا كريم واسمع صوتك. الله يفرج عليك الله يفرج عليك يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. عاودي لك بزاف سي الدكتور كريمان الله يجازيك بخير ويعطيك ما نويتيش خاطرك والله يعطيك كثر في الجنه يا ربي والله يكثر من مثالك يا مولانا يا رحمن يا رحيم يا ربي. وما تنساش عافاك عافاك السيد الدكتور كريمان النمرة ديالك ما تنساش تعطيها ليا الله يرحم ليك الوالدين بإذن الله. واخا بنتي إذا كان ممكن إذا كان الله ناخذ النمرة ديالك وإن شاء الله بإذن الله نتواصل معك بنتي يا رحمن يا رحيم طول عمرك يا رحمن يا رحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم تعالي كلك ولي ونصير يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. للا للا أم خديجة للا خديجة من شيشاوة هذا الابتلاء يصاب به الكثير من الناس ولكن ليس كل الناس من أحبهم المولى عز وجل. لأن الله تعالى كل يوم كما أنه ينزل العطايا ينزل الابتلاءات وهو يدبر الأمر ويتصرف في شأن خلقه. هناك من يبتدرهم بالعطايا وبالمكروه ليشكروا، هناك من يشكر وهناك من يكفر ومن يتكبر على الخلق. والعطاء عطاء الله، لكن الذين هم أحباب الرحمن ربنا يبتدرهم بالابتلاءات. فقد جاء في الحديث الصحيح ربنا عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا صبر اجتباه. فربنا لا يبتلي أي إنسان، لأن البلاء معلوم أن البلاء هو طريق من طرق الارتقاء وطريق من طرق النقاء وطريق لكي تصل إلى مقام الخصوصية من أهل الله وخاصته. فمن أصيب بالبلاء وصبر فإنه يصل إلى الاجتباء. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذنب. يكفي أن البلاء يكفر الذنوب ويكفر الخطايا. وإن أشد الناس تعرضا للبلاء الأنبياء والصالحون والأمثل فالأمثل. لا يعطي الله البلاء لأي كان، يعطيه أولا للأنبياء. كنا قد درسنا سيرة الأنبياء، كل نبي وإلا وأعطاه من الشدائد ما الله بعليم.
فتعلمون كيف أن سيدنا يوسف أنه رموه في الجب، وكيف أن سيدنا يونس التقمه الحوت، وكيف أن سيدنا نوح أصاب قومه الغرق، وأن سيدنا إبراهيم الخليل رموه في النار، وكيف أنه أمر بذبح ابنه، وكيف أن سيدنا كل نبي إلا وأعطاه الله بلاءات شديدة، وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رموه بالكاهن والساحر والشاعر، ورجموه وآدوه وطردوه وهجروه وسحروا له وسمموه وحاولوا قتله وطلقوا بناته ورموا زوجته بالسوء، كل أنواع البلاء، كل ما يخطر على باله. فهكذا البلاء هو ربنا يتنزه في ملكه، ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذنب، حتى يلقى الله وما عليه ذنب. فالله تعالى كريم سبحانه وتعالى، يكفي أن الإنسان يصبر ويحتسب، لأن ربنا أمرنا بالصبر أكثر من 90 مرة في القرآن العظيم، أمرنا بالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا. ثم قال لنا، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هناك أهل الله يكتشفون هذه الأسرار في الدنيا، وهناك من لا يكتشفها إلا في الدار الآخرة، حينما يبعث الله العباد ويوزع الهدايا والعطايا على المؤمنين والمؤمنات، يأتي ربنا لأصحاب البلاء أصحاب الصبر فيقول تمنوا علي اطلبوا ما شئتم، فيطلبون شيء الكثير، فيقول الله عز وجل اطلبوا المزيد اطلبوا المزيد، فيطلبون حتى ما يبقى عندهم مزيد. ولكن لما يتحرج من شدة أن الله يلح عليه أن يطلب المزيد، يقول يا رب إن كان ولا بد فأعدنا إلى الدنيا، أعدنا إلى الدنيا حتى نبتلى من جديد ونصبر ونحتسب لما رأيناه من تكريم وتعظيم وإجلال وعطاء وإكرام. فلو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. فأسأل الله الكريم المتعال لأختنا للا خديجة من شيشاوة أن يفرج همك وينفس كربك، ورب سبحانه وتعالى أعطانا الضمانات. هناك المهموم يكفي أنه يصلي على النبي، ويكفي أنه يعلم بأن الله معك. المؤمن لا يخاف، من صفات المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقول إنها فقط مسألة وقت، وقت قليل وسوف يأتي الفرج، وربنا هو الضامن. ثم وضع لنا ربنا سبحانه وتعالى الشفيع وهو النبي الكريم، وهذا الأمر كان يعلمه المؤمنون ويتغنون به، وكان ذلك يدخل إلى قلوبهم بلسما للجروح ويوقد في نفوسهم الإيمان واليقين. وسوف نسأل الله تعالى أن في هذه الليلة الليالي المباركة بأن يفرج على الجميع، ونبقى مع فاصل يحكي لنا كيف أن الله هو الضامن، وكيف أن الله تعالى لا يخاف عنده المؤمنون، وكيف أن النبي المصطفى هو الشفيع لعباد الله المؤمنين، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.